أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة عديدة وردت تسأل عن حكم القنوت في مثل هذه النوازل والدعاء بشكل فردي أو في صلوات الجماعة، وهل يجوز لأئمة المساجد أن يقنطوا من دون صدور أمر من ولي الأمر، وهل يجب على الجماعة أن يؤمنوا على دعائهم إذا قنطوا بدون إذن؟ الدعاء ليس ممنوعا، الإنسان يدعو لنفسه ولإخوانه وليس ممنوعا، يدعو في صلاته، يدعو في ركوعه وسجوده، يدعو في قنوته في الوتر، في قنوت الوتر ليس ممنوعا من الدعاء. أما القنوت في الفريضة فهذا لابد من الإفتاء به من الجهة المختصة بالإفتاء، لأن النظر في أمور الصلاة وتقدير الأحداث التي يقنت من أجلها لا بد له من دراسة ولا بد له من تأمل، وهذا مرجعه إلى أهل العلم، هم اللي يقدرون الحوادث التي تستحق القنوت والحوادث التي لا تستحق، وليس من حق كل أحد أنه يقنت في الفريضة ويدخل في الفريضة ما ليس منها، هذه أمور لا بد من انضباطها. أما أن تستقنت في وترك وتدعو على الكفار وعلى أعداء الإسلام هذا مطلوب، أو تدعو في ركوعك وسجودك حتى في الفريضة، تدعو في ركوعك وفي سجودك حتى في الفريضة ما فينا، إنما القنوت في الفريضة هذا هو الذي يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم في تقرير المصوغات له. وإذا قنت واحد من الشباب على ما قلتم أو من اللي عندهم غيره عجلة صلاته صحيحة إن شاء الله، لكنه مخطئ، صلاته صحيحة لكنه مخطئ، ولا مانع أنكم تؤمنون على دعائه، لأن هذا دعاء تؤمنون عليه وتتابعون الإمام مع مناقحته، لأن يقال له لا تقنط إلا إلى صدرة فتوى من أهل العلم، لا تشوش على الناس، خلي الناس يتساءلون أو يحدث عندهم شيء من الشكوك فيك ويتهمونك، خليك على طريق واضح.